السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة فيديو جديد عن اهم مميزات وحاجات مخفية في واجهة سامسونج ون يو اي 4.1. هنتكلم عنها ان شاء الله، يعني اكتر من حوالي 10 مميزات ويمكن اكتر. هنتكلم عن ميزات جديدة وتحديثات نازلة جديدة مع الواجهة الجديدة دي. لكن طبعا قبل ما نبدأ الفيديو، يا ريت ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد، وندخل على طول في الفيديو بتاعنا. اول حاجة يا شباب هنعملها، ننزل بالاعدادات كده وندخل على اول ميزة معانا، ونخش على حاجة اسمها امكانية الوصول. هيا يا شباب، امكانية الوصول بعد كده بتلاقي حاجة جديدة نازلة، ميزة جديدة خالص نازلة اسمها التحسينات السمعية. لو دوسنا عليها بالشكل دوت ونزلنا تحت خالص، هنلاقي عندنا الصوت المتصل. الصوت المتصل اللي هو اول واحد هنا، اللي هو هتلاقي فيه هنا اعدادين، صوت مكبرات الصوت الهاتف، وفي الصوت المتصل تقدر توازن او تغير فيه. معلش عشان بس الموسيقى تمام يا شباب، معايا كده انا بغطي بس الصوت عشان ما يعملش معانا كده. انت بتخلي الصوت يجي من جهة اليمين، السماعة اليمنى او اللي هي اليسرى، حسب ما انت عايز وحسب راحتك انت. برضو كمان لو انت مشغل السبيكر او مكبرات الصوت في التليفون بتاعك، تقدر تخليه برضو يجي من جهة معينة او جهة تانية زي ما انت عايز. دي ما كانتش موجودة يا شباب، ميزة جديدة ما كانتش موجودة في الواجهة بتاعت 3.1، دلوقتي هي موجودة في تحديث اندرويد مع الواجهة الجديدة الـ يو اي 4.1. الاعداد اللي بعد كده شباب، الاعداد اللي بعد اللي هو الميزة نمرة 2 اللي معانا، حاجة اسمها البطارية التكيفية. لو دخلنا على الاعدادات ودخلنا على البطارية والعناية بالجهاز اهيت، وبعد كده بتدوس على البطارية بالشكل دوت، وتدوس تنزل تحت خالص كده تلاقي في حاجة اسمها المزيد من ضبط البطارية. هتلاقي في حاجة فوق اهيت اسمها بطارية تكيفية، وده زي ما هو كاتب لك كده بيقول لك مدد عمر البطارية وفقا لاستخدام هاتفك. تأكد ان انت تكون مفعل الميزة دي اللي ما كانتش موجودة قبل كده. ميزة مهمة جدا يا شباب، لازم تحافظ على انك تكون مشغلها، بتحافظ على اداء البطارية على مدار اليوم، وحسب كلام سامسونج هي بتدي لك لحد ساعة ونص استخدام على جهازك فوق المدة العادية بتاعتك. تمام يا شباب، ندخل على الميزة اللي بعد كده. ميزة جامدة جدا موجودة بقى في التحديث الجديد، خاصة بالاستوديو النهاردة. لو فتحت اي صورة وليكن صورة زي كده، وجيت دوست على الثلاث نقط اللي فوق بعض دول، هتلاقي في حاجة نازلة هنا جديدة اسمها تحسين جودة الصورة. بصوا يا شباب لما ادوس عليها بتعمل ايه؟ بيبدأ يعمل معالجة وتحليل للصورة وبيحسن جودتها، وبيستخدم هنا حاجة اسمها الذكاء الاصطناعي، حاجة جميلة جدا بصراحة. الحاجات اللي بتتم دي يا جماعة كانت محتاجة برامج علشان تظبطها. بصوا يا شباب بقى عامل لك هنا بعد وهنا قبل، يعني شوف الصورة قبل وبعد عاملة ازاي. لو جيت حركت السهم كده هيبدأ يبان قدامك الشكل بتاع الصورة حلو جدا، يعني شوف الشكل، هتلاقي في فرق كبير في جودة الصورة، وبتعالج التشويش الكبير اللي بيبقى في الصورة. لو في أي تشويش أو ألوان مش مظبوطة بيعالجها بشكل رهيب، وطبعا من غير برامج. الحاجات دي كانت بتبقى محتاجة برامج منفصلة عشان تعملها. في نفس المكان في الاستوديو يا جماعة، لو برضو فتحت أي صورة، في حاجة نهوت هتدوس على الثلاث نقط برضو اللي فوق زي ما احنا مع بعض، هتضيف تأثير لوحة شخصية. بصوا لما تضيف التأثير ده بيعمل ايه؟ بص يا شباب بيبدأ يعالج الموبايل، بيبدأ يعالج الصورة، ويبدأ بقى يعزل الخلفية. يعني بصوا الشخص هو اللي باين قدامك كويس، والخلفية اللي اتعزلت لو لاحظتوا. بعد كده انت بتدوس تطبيق، يعني حاجة ممتازة جدا يا شباب والله في التحديث الجديد دوت. الذكاء الاصطناعي ده هيودينا في مش عارف هيودينا فين بالظبط بصراحة، بيعمل حاجات رهيبة جدا وميزات خرافية، وهتعجب ناس كتير جدا من الناس اللي بتحب تعمل ايديت للصور وتعدل. طبعا هعمل رفض، لكن لو انت عايز تطبق التعديل اللي انت بتعمله انا بس بوريك الميزه. يعني ميزه كمان جامده جدا يا شباب، برضو من الحاجات اللي كنت عشان تعملها محتاج تطبيق فوتوشوب او تطبيقات اللي هي معالجه الصور على الكمبيوتر على الاقل. طبعا برضو على نفس الصوره اللي احنا فاتحينها ديت، وبندوس على علامه القلم اللي هي التعديل. بعد ما بتدوس على العلامه دي يا شباب، في ثلاث نقط فوق بعض اللي هو على الشمال تحت دول، بتدوس عليها بتلاقي في حاجه جديده نازله اسمها ممحات الكائن. ممحات الكائن دي يا شباب بتمسح اي حاجه موجوده في الصوره انت مش عايزها، يعني وليكن مثلا بيقول لك انقر فوق اي شيء تريد مسحه او ارسم حوله. يعني مثلا لو عملنا كده زي ما هو بيقول، بص يا شباب، وعملنا محو،
ايه رأيكم يا شباب؟ مسح الحتة اللي احنا حددناها بالظبط، يعني الكلام مثلا المكتوب لو عايزين نمسحه كده ونعمل محو. بص يا شباب خلاص كده، شيل الكتابة اللي كانت موجودة على التيشيرت بتاع الراجل ده وتعمل مسح او محو. خاصية خرافية جدا يا شباب بصراحة، ما كانتش موجودة قبل كده. الحاجات دي يا جماعة كانت من كام سنة كده عشان تتعمل كان لازم فوتوشوب وموضوع كبير جدا، اما دلوقتي الذكاء الاصطناعي طبعا بصراحة بيعمل حاجات خرافية جدا ما كناش نتخيلها بصراحة. الواجهة الجديدة فيها مميزات رهيبة جدا، وهتحتاج، انا عارف انها تحتاج لفيديوهات طويلة وفيديوهات تانية غير اللي احنا بنتكلم فيها كمان. الشكل الميزة اللي بعد كده يا شباب بقى، لو دخلنا على الخلفيات والنمط، لو انت قرصت بايديك بصباعينك الاتنين دول كده على اسف كده، هتلاقي في حاجة اسمها الخلفية والنمط. هنفتح الخلفية والنمط كده، وبعد كده بتختار الخلفيات. خلفياتي، لما بتدوس على خلفياتي بتختار انت اي خلفية انت عايزها وليكن ديت، وتبدأ تعمل لها ضبط على الشاشة الرئيسية. شوفوا بقى الميزة اللي نازلة جديدة يا شباب، لو عملت ضبط هنا، الضبط على الشاشة الرئيسية، بصوا بتعمل ايه. بصوا يا شباب موضوع الالوان ده، لوحة الالوان دي الخرافية الجميلة قوي دي، بيدي لك مقترحات في الالوان عشان تغير شكل السيم، وبيدي لك كمان فوق هنا هوت المعاينة بتاعته، يعني في معاينات اهي. اللون الازرق هو الغالب، بصوا بيبقى طالع اللون الازرق ازاي، لو اخترنا ده بيبقى اللون الاحمر هو الغالب، فبيدي لك تطبيقات النظام او الحاجات اللي فيها صدارة الاشعارات، الحاجات بتاع النظام خاصة باللون الأحمر. ولو اخترنا دوت مثلا هتلاقيه برضو باللون الأحمر. حاجات خرافية جدا يا شباب، لو جيت غيرت برضو هتلاقي السيم بتاع الشكل بتاع المعاينة جميل قوي، وبيغير شكل الشاشة عشان حتى انت بتحب انت تغير، الناس اللي بتحب تغير الأشكال التليفون المعاينات بتاع الألوان والكلام ده كله، تقدر تغير على أساس الصورة أو الخلفية اللي انت حاططها. اما الميزه اللي معانا دلوقتي يا جماعه، ميزه جامده جدا اللي هي خاصه بان انت لو تغير الشكل العام للجهاز بتاعك، تقدر تغير ازاي اي مكان في الشاشه كده. لو دوست عليه بالشكل دوت باستمرار هيطلع لك قائمه تحت كده، هتدوس على التطبيقات المصغره دي، هتلاقي بقى يا جماعه حاجه جديده جدا سامسونج عملتها في التحديث الجديد، خرافيه بصراحه. يعني شوف التطبيقات بقى وازاي تقدر تخصصها، بتقدر تحطها بره هنا على الشاشه الرئيسيه كده ازاي عشان تعملها كاختصار، بتعمل ازاي الكلام ده. قلنا بندوس على الشاشه باستمرار وتدوس على التطبيقات المصغره، ونختار مثلا وليكن التقويم. التقويم دوت نازل كمان باربع سمات واربع اشكال مختلفه، لو انت دوست على اي واحد فيهم كده وجيت تحطه على الشاشه الرئيسيه بالشكل ده، تمام يا شباب. ثانيه واحده، ماشي، ثانيه واحده يا شباب، اهو التطبيقات مصغره، وبعد كده بتدوس على التقويم وبتختار اي شكل انت عايزه كده بالشكل ده، وتوديه بره على الجهاز كده. بعد ما توديه بره على الجهاز كده يا شباب، هو بيروح فين تاني يا شباب كده، تطبيقات مصغره، وبعدين بتدوس على التقويم كده، وبعد كده بتدوس عليه بالشكل ده وتطلعه بره عندك على الشاشه الرئيسيه شكله كده، بيطلع عندك بالشكل ده. بتختار بقى السيم اللي انت عايزه او الشكل اللي يعجبك انت، وتكبر وتقدر تصغر في الحجم بتاعه زي ما انت عايز، تقدر تنقله اي مكان انت عايزه، تمام يا شباب، او تقدر تدوس عليه باستمرار كده وتزيله تاني. يعني قائمه جميله جدا اللي هي بتاعت التطبيقات المصغره دي، تقدر تجيب التطبيقات اللي انت بتستخدمها يعني بشكل كبير، وكمان بيدي لك مقترحات لشكل لها جميل قوي، تقدر تاخده كده وتطلعه بره عندك في الشاشه الرئيسيه بالشكل ده، تمام يا شباب، اهوت زي ما انتم شايفين، وتقدر تكبر الحجم بتاعه وتصغره، وكمان تقدر بقى تزود المدينه بتاعتك اهوت يا شباب كده زي ما انتم شايفين كده. حاجه جميله بصراحه، السامسونج بصراحه مظبطه الناس المره دي في التحديث الاخير دوت. الميزه اللي بعد دي يا شباب، بندخل فيها على الاعدادات، وبعد كده بندخل على الميزات المتقدمه، هي الميزات المتقدمه هنا، هي يا شباب الميزات المتقدمه دي، وبعد كده بتلاقي حاجه بقى اسمها تاثيرات مكالمه الفيديو. الميزه دي يا شباب خطيره بشكل كبير، لو انت قاعد وعايز تعمل مكالمه فيديو ومش عايز تظهر
غير شكلك بس ومش عايز المكان اللي حواليك يظهر، بتفعل انت الاختيار ده هوت. وكمان لما بتدوس عليه بالشكل ده بيطلع لك بقى كمان تقدر تعمل خلفية، صورة خلفية، تختار صورة من على جهازك تخليها خلفية للمكالمة اللي انت بتتكلم فيها، وكمان لون الخلفية بتختار اللون اللي انت عايزه من الحاجات اللي قدامك دي. بالإضافة يا جماعة ان الحاجة دي، الميزة الجديدة دي، بتدعم مكالمات الفيديو للماسنجر والواتساب. كمان يا جماعة في ميزة خطيرة جدا، الواجهة الجديدة الـ One UI 4.1 موفرها لنا في التحديث الجديد، وهي خاصية الرام بلس. الرام بلس دي يا جماعة اللي هي بتدي لك ذاكرة عشوائية إضافية بتضيفها على الرامات بتاعت جهازك علشان يشتغل بطريقة أسرع من المعتاد. بتدخل على الإعدادات وتختار البطارية والعناية بالجهاز، وبعد كده بتختار الذاكرة. هنلاقي في حاجة طلعت تحت اهوت، بعد ما يخلص التحقق ده هتلاقي في حاجة تحت اهو اسمها الرام بلس. هي يا شباب الرام بلس دي تقدر تختار، بتاخد انت ذاكرة إضافية تضيفها للرامات بتاعتك. يعني لو الرامات بتاعتك 8 تقدر تضيف لها 4 رامات، 4 جيجا كمان، من 2 ل 8 جيجا رامات. تمام يا شباب، بتقدر تختار الكمية اللي انت عايزها او قيمة الجيجات اللي انت عايز تضيفها للرامات الأساسية بتاعت جهازك. وما تنساش ان الرامات اللي بتتاخد ده يا شباب بتتاخد من الذاكرة الداخلية. يعني لو الرامات بتاعتك 8 جيجا والذاكرة الداخلية 128، فهو بياخد منك ال 4 جيجا دول من ال 128 عشان يضيفهم على ال 8 جيجا. تمام يا شباب، ميزة جامدة جدا في التحديث الجديد. الميزة اللي بعد كده يا شباب بقى اللي هي بتخرج بره خالص كده وتروح على التطبيقات وتروح على سامسونج، هي سامسونج ده هتفتحها بالشكل دوت، هتلاقي في حاجة اسمها سمارت سويتش. سمارت سويتش دي لما ندوس عليها بالشكل ده شباب ميزة خرافية جدا، اللي هي نقل البيانات عشان تقدر تنقل بياناتك من جهاز لجهاز تاني او من تليفون لتليفون تاني جديد. لو انت جبت تليفون جديد او تليفون عايز تنقل من عليه البيانات للتليفون اللي انت عايز تستخدمه، في عندك ارسال البيانات، بتقدر تعمل الاتصال بتاعك عن طريق الكابل او عن طريق اللاسلكي او الواي فاي اللي انت متصل بيها بنفس التليفونين. تمام يا شباب، او لو عايز تعمل تلقي البيانات بتدوس هنا، بتشوف بقى اذا كنت هتاخد البيانات دي من هاتف اندرويد ولا من موبايل ايفون ولا من جهاز كمبيوتر. وده برضو لو اخترت الحاجتين دول هتشوف، لو دوست مثلا من الهاتف طبعا لازم تنزل سمارت سويتش وتثبيته على التليفون القديم. تمام، وتقدر تنقل بياناتك بسهولة شديدة جدا مع التحديث الجديد ده يا شباب. كمان تقدر تعمل نسخة احتياطية للبيانات بتاعتك عشان تبدأ تعمل حفظ ليها عشان ما تروحش منك، وتقدر تحفظها، تقدر تحتفظ ببياناتك بنسخة منها عشان على وحدة تخزين خارجية، أو تعمل استعادة للنسخة الاحتياطية دي على جهازك بعد كده. ميزة تانية جامدة جدا يا شباب موجودة في التحديث الجديد، في الواجهة الجديدة، لو ضغطت ضغطة مطولة على أي تطبيق، وليكن أي تطبيق يا شباب، هنختار مثلا وليكن اليوتيوب، لو دوست عليه بالشكل دوت، بص يا شباب بيطلع لك 3 اختصارات، تقدر تدخل على طول على قائمة البحث. يعني تقدر، يعني لو دوست على بحث دي هيدخلك على بحث على طول عشان لو بتدور على حاجة على اليوتيوب، أو تدخل على صفحة الاشتراكات الخاصة بيك لو أنت عندك قناة لليوتيوب، أو الاستكشاف اللي هي الصفحة الرئيسية. يعني بيديلك إنك أنت تستخدم الهاتف بتاعك أو البرنامج بتاعك عن طريق اختصارات. تقدر كمان تدوس على الاشتراكات دي مثلا وتاخدها بره كاختصار هنا، لو دوست عليها على طول هيفتح لك قائمة الاشتراكات بتاع الجهاز بتاعك. ميزة جميلة بصراحة شباب، يعني حلوة قوي في التحديث الجديد. كمان يا شباب معانا ميزة حلوة جدا، تقدر تعمل تحديد لكل التطبيقات بتاعتك وتدوس عليها باستمرار كده وتعمل تحديد، وتدوس تحديد وتحدد التطبيقات اللي انت عايزها، وتقدر تعمل مهمة واحدة عليهم، يعني انك تمسحهم كلهم، وليكن شوف القائمة اللي فوق بيقول لك الغاء تثبيت، او تقدر تزيلهم من الشاشة الرئيسية دي، او تعمل بيهم مجلد خاص بالتطبيقات دي. تمام يا شباب، ميزة شباب بعد كده حلوة قوي برضو، اللي هي لو ضغطت ضغطة مطولة على اي مكان في الشاشة كده ودوست على كلمة الضبط، تقدر بقى تغير اعدادات الشاشة الرئيسية بالكامل. يعني تخلي تخطيط الشاشة الرئيسية بتاعتك، لو كانت شبكة الشاشة الرئيسية 5 في 6 زي مثلا اللي هي كده، ولو دوست عليها تلاقي بيدي لك كوات معينة، 5 تطبيقات، 5 تطبيقات بالعرض و6 بالطول. كمان لو دوست هنا شبكة شاشة التطبيقات هي هنا 5 في 5،
تمام. تقدر تغيرهم برضو لو انت عايز تخليهم 4:6 او 4:5 او 5:6، تقدر تغير الشاشة بتاعتك بالشكل اللي انت تحبه. كمان يا جماعة اخر حاجة نتكلم فيها برضو لازم نقولها برضو في اعداداتك، لو دخلت على الشاشة بالشكل دوت هتلاقي فيه حاجة هنا هو اللي هي حجم الخط ونمطه، تقدر كمان تغير حجم الخط واسلوب الخط هنا تقدر تغيره لو سامسونج وان، او يعني هو بيقترح لك، وتقدر كمان تنزل خطوط، لو دوست هنا تقدر تنزل خطوط جديدة ليك، تقدر تكبر حجم الخط اهو كده، لو عملت كده هيكبر حجم الخط ويديك معاينة بالشكل بتاعه، او تخليه زي ما هو زي ما انت عايز. في كمان حاجة ان انت تقدر تكبر الشاشة وتصغرها لو عايز هي على الوضع ده، لو هي لو عايز تخليها كده لما تدوس على ديت مثلا، بص الشاشة بتكبر ازاي، حجم الكلام بيكبر والشاشة وضوحها بيعلى. ميزات كتيرة جدا يا شباب هنتكلم فيها ان شاء الله كلها، مش هنبطل كلام في الموضوع ده غير ما نخلصه، وبالتالي مش هتخلص لان مميزات كبيرة جدا في التحديث الجديد اللي هو بتاع الاندرويد 12 مع واجهة وان يو اي 4.1. ده الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب يكون عجبكم والناس استفادت منه، يا ريت ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة، وشكرا، ونتقابل ان شاء الله الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.